مرمما منة المنان قد جاء يحمل منحة الرضوان أهلا هلالك هل فاجتاح الدجى والنجم سر فزاد باللمعان قد خص من بين الشهور جميعا. Good morning, صباح الخير. اليوم صباح جد مميز لأنه اليوم أول يوم من رمضان، وكما عودتكم يعني من عادات قناتنا أنه كل سنة من رمضان نشارك معكم فلوج أول يوم رمضان نعيشوا فيه أجواء رمضانية مع بعض. رمضانكم مبارك، تصوموا بالصحة ولهنا إن شاء الله ربي يقدرنا ويعاوننا باش نصوموا هاد الشهر ونقوموا ونختموا القرآن فيه ونتدبر القرآن ونطوروا ونصلحوا من أنفسنا أكثر. كما نعرفوا كامل رمضان فرصة عظيمة جدا 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 أنه نعاود نبني وداخلنا أنه ونصلحوا ذاتنا أكثر وأكثر، فربي يقدرنا إن شاء الله. ما عنديش بزاف ملي نط اونيسلي، هذه واحد 10 دقائق برك ملي نط وراهي 11. اليوم عندي بزاف ما يدار، فكتبت لهنا التودو ليست تاع اليوم. اول حاجه جو بونس راح نكتب لهنا بعض الامور اللي لازمني نهبط نشريهم درك للفطور تاع اليوم، وثاني راح نكتب المنيو تاع اليوم ان شاء الله. سو اول حاجه لازمني نشري الديول. So, كملت كتبت واش خاصني and let's go. بون، اول حاجه حنبدا بها هي قلب اللوز. انا هذه هي الوصفه المعتمده عندي، راح نحط لكم اللينك تاع الوصفه في صندوق الوصف. حتى الرضوان أهلا هلالك هل فاجتاح الدجى والنجم سر فزاد باللمعان قد خص من بين الشهور جميعها فضلا بإنزال الهدى القرآن فتنافسوا فيه بحسن فعالكم بالبر والصدقات والإحسان. بون، هنا وجدت الحشو نتاع البوراك، هذا هو الحشو المفضل نتاعي انا البوراك. عندي هنا بطاطا اللي غليتها، عندي معدنوس، عندي فرماج بزاف فرماج، هنا عندي فلفل اسود، كمون وتوم بودغ. راح نديرهم نوجدهم والعشيه يبقى لي غير نقليهم هكا باش ننقص على روحي. كلمه منا وقد غفرت ذنوبنا واعتقت رقابنا ووالدينا من النار فقولوا امين. حصل تغير جردة لكنها في مقال لا تكر منها أم عرب ولا لا، والأبواب الجنة الثمانية بين يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله يجعلني وإياك المحروم المحروم نطيب. من يشاهدني استشعر هذه اللحظة. كملت لهنا البوراك، درت لهنا الثاني قلب اللوز سي بون سقيته، واللي راهم في القوالب الصغار مازالهم يطيبوا. ودوكا نروح نطيب طاجين الزيتون اند وير دان، الباقي نكملوا حتى العشيه ان شاء الله. شوق تخط مساره الاقلام لم تستطع في حصره الارقام. نرى عندي البطاطا
البطاطا اللي بشرتها وتبلتها درتلها المعدنوس وبعد التوابل راح نكتبهم لكم لهنا باش نعمل رولين تاع بطاطا. دروك راح نضيف لهم البيض. شوفوا كملت مع البطاطا، دوك حندخلها للفرن باش تطيب. حتى وكورونا بنا متربع تأتي ويأتي في هواك غرام، قد أرسل الرحمن فيك كرامة تقوى وقرآنا وطاب صيام. شوق تخط مساره الأقلام لم تستطع في حصره الأرقام، والشوق يا شهر الصيام يحفني ويزيد لما تنقضي الأيام، والعشر فيها ليلة القدر التي فيها لمين سلام. حدثت قلبي عن هواك أجابني هي عزة وبها أتى الإسلام. شوق تخط مساره الأقلام لم تستطع في حصره الأرقام، إن غبت يا رمضان يبقى داخلي شوق تخط مساره الأقلام، شوق تخط مساره الأقلام. قولوا إنا لا فارغ ولا بهم عوان بين ذلك، فاسألوا